أربع أسئلة حلوة بس وجدا سريعات سهلة. يعني. سل هلا بعد الرفع من الركوع ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع إيديه بعد الرفع من الركوع، صحيح؟ صحيح. إيه، بعد رفع اليدين برجع بنزلهم إلا برجع بحطهم على صدره على لا، يعني؟ على الإمام أحمد في وضع اليمنى على اليسرى بعد قول سمع الله لمن حمده، قال إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أزبلهما، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الركوع كان يرجع كل مفصل إلى مكانه، ولا يمكن أن يرجع كل مفصل إلى مكانه إلا إذا كانت اليدين مسبلتين، والله أعلم. طيب سؤال ثاني، بعد الرفع من السجود الثاني وأنا بدي أرجع أقوم أوقف للركعة الثانية، بعد الرفع من السجود الثاني في كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بعدين يقوم إلا يقوم مباشر؟ شوف يا أخي، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل في أواخر حياته بدن شيئا ما، فكان يجلس قبل، هي اسمها جلسة الاستراحة، قبل القيام إلى الركعة الثانية وقبل القيام إلى الركعة الرابعة، فكان يجلس برهة ما شيئا قليلا، هذه عند العلماء اسمها جلسة الاستراحة، فمن العلماء من أثبتها ومن العلماء من قال أنها كانت لقيل لمرض النبي أو لأنه بدن شيئا ما، والله أعلم، لأنه سمن النبي في أواخر حياته، فإذا شئت طيب فعلت وإذا شئت تركت، والله أعلم. السؤال الثالث، رفع الإصبع بالتشهد، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع الإصبع من بداية التحيات للنهاية؟ ثلاثة أقوال للعلماء، في قول ترفع السبابة بالتشهد بطوله، في قول ثاني ترفع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي قول ثالث أنها عند الدعاء، أختار قول الجمهور أنها ترفع عند التشهد، والله أعلم. طيب طول القيام بالصلاة خير أم كثرة الصلاة؟ والله يا أخي، إذا كان قال أبي العباس ابن تيمية، إذا كنت قويا ونشيطا يعني بإمكانك أن أنت تتوقف وكنت قارئ لكتاب الله اقرأ، أما إذا كنت تتعب أو كذا فبإمكانك أن أنت تكثر من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، والله أعلم. طيب سؤال الأخير، أصح صيغة للتحيات؟ وردت عدة صيغ كلها صحيحة، وردت صيغة عن عمر بن الخطاب التحيات المباركات الصلوات الزاكيات، أخذ بها الإمام مالك في قول ثاني، وهو قول ابن عباس التحيات الطيبات المباركات، في وردت المباركات وأخذ بها الشافعي، في قول عبد الله بن مسعود، وهذه أصح سندا يعني وردت من عدة طرق، قال عبد الله بن مسعود علمني رسول الله وكفوه في كفي التحيات لله والصلوات الطيبات إلى نهايته، بدون لا المباركات ولا الزاكيات، هذه أخذ بها الأحناف والحنابلة، والله أعلم.